ماشي. اليوم رح نحكي عن 3-phase rectifier. حكينا المرة الماضية وغطينا سابقا، غطينا السنجل فيز ريكتيفاير، الهاف ويف والفول ويف. اليوم رح نحكي عن 3-phase rectifier. نراجع مراجعة سريعة بالنسبة للسنجل فيز وال 3-phase. تذكروا حكينا إذا عندي 3-phase supply هذا رح نسميه R، هذا رح نسميه T، وهذا هون S بهذا الترتيب. الفولتج ما بين الستارت بوينت والنقطة هاي شو بنسميه؟ V phase، وهذا V phase وهذا V phase. الفولتج ما بين هاي النقطة وهاي النقطة شو بنسميه؟ V line. بين هاي النقطة وهاي النقطة V line، بين هاي النقطة وهاي النقطة V line. والعلاقة بينهم 1.73، الماجنيتيود تبع V line يساوي 1.73 الماجنيتيود اللي هو جذر الثلاثة. الفيز انجلز ما بين هذول قديش؟ اذا بدنا نرسمهم كفيزرز رح نرسمهم بالشكل التالي: عندي ار اس تي، عندي ار ليدنج اس باي 120 ديجريز، ولان احنا عم نفترض انه روتيشن كاونتر كلوك وايز روتيشن، وعندي ار اس وعندي ار تي وعندي 120 ديجريز. حكينا انه الماجنتيود رح يكون 1.73، لكن لو بدنا نطلع على الفيز انجلز رح نلاقي انه ار ماينس اس هذول هم الفيزرز، بس نعملهم معامله الفيكتورز. شو بعمل بي اس؟ بعكسها بنفس الطول وبعدين بجمع مع هون. اذا هذا هو عباره عن ار ماينس اس وليدنج ار باي 30 degrees. إذا R minus S leading يتقدم على R في 30 degrees. ولو بدي أشوف R minus T، لو عندي هون R minus T، لو بدي آخذ R minus T راح يكون عندي بهذا الاتجاه. إذا إيش R minus T؟ لو أخذنا R minus T شو راح تكون؟ راح تكون lagging R by 30 degrees. هذا اللي بيهمنا هون راح نرسمه هلا. خلينا اول شيء نكتب 3 phases. خلينا استعمل استعمل هذول الثلاث الوان حتى نوصل الفيزز نفسهم. هلا راح افترض انه الزاويه تبعت ار هي الزيرو، هي الريفرنس اللي راح ارجع له. كان تستخدم اي ريفرنس بدك اياه، بس انا راح استخدم نفترض انه الار هو الريفرنس. فالار هو الريفرنس، عندي راح افترض انه كل مربع من هذول المربعات 30 درجه، راح يصير عندي هذا 90 درجه، هذا بالنسبه للار. بعدين عندي هي صار 180 درجة R، 1.3 هي 180 درجة، وهي كمان 90. إذا هذا الأحمر الخط رسمناه هو R، هو R هذا لاين ولا فيز هذا R؟ لاين فيز فيز صغير هي هذاك الكبير اللي هناك، هذا الصغير R، وهذا هو عبارة كأنه R ماينس N. إذا فرضنا هاي النقطة هي النيوترال بوينت، إذا هذا بنسميه R، إذا بتحب تسميه R minus N حتى تفهم اللي هو بالنسبة للنيوترال. وعندي هاي الطول اللي هون رح يكون هو ال V، هذا الطول اللي هون هو ال V phase. طبعا مش ال RMS، هذا ال peak value، مش هيك؟ إذا في فرق بينه وبين ال RMS. رح نيجي نرسم الثاني، خلينا نرسم ال S باللون الأخضر، فال S رح تتأخر عن R بقديش؟ حسب ما احنا شايفين هون 120 درجة، يعني 1 2 3 4 من هون رح يبدا الاس معي من هون 1 2 3 رح تكون موجودة هون 1 2 3 1 2 3 هون 1 2 3 هون 1 2 3. إذا هذه S، أو إذا بتحب تسميها بنسميها S minus N أو S to the neutral point. بس عم نرسم V phases ها؟ نرسم T، T رح تتأخر عن S بقديش؟ خلينا نحكي من هذا 1 2 3 بعدين ناخذ T
تي راح تتاخر عن اس 120 درجه 1 2 3 4 فالتي راح تكون هون 1 2 3 ماشي واضحة هاي خلينا نكملها نرجعها من هنا راح ارجع 1 2 3 ماشي هيك واضحة وهذه عبارة عن تي ماينس ال لو عندنا الوان اكثر عندنا كمان ثلاث الوان طيب ماشي واضحة اذا هذول هم 3 فيزز بتروح على هاي على تبعت الكهرباء هم ايش اللي بيطلع لك من هون؟ البيت المنزل 1 فيز اللي هو ار ماينس ان اللي هو سنجل فيز بكون زي هيك ار ماينس ان او اس ماينس ان حسب حظك في الحي شو بيطلع لك وايش بيجي ها؟ ار او اس او تي نعم تفضل هسه احنا بنحدد البدايه تاعتها انه لا يمكن 120 يمشي اربع تمام احنا كل واحد من هذول بتتاخر عن الثاني 120 هيك الاصطلاح هيك الاصطلاح في الصناعه فبنسمي ار بنقول اس بتتاخر عن ار 120 درجه اذا هي ماينس 20 ديجريز يعني بتاخر عليها وتي بتاخر عن اس 120 درجه لكنها متقدمه على ار رح تكون مش هيك لانه كل شيء بتكرر مره ثانيه لاحظ تي وين ار هي ار مين اللي بتقدم على ار تي 120 درجه هي هيها من هون هي تي بتقدم على ار 120 درجه رح تقول لي طب مين هي متاخر عن ار 240 مضبوط صح هو بده يكون متقدم بده يكون متاخر بنفس القيمه بس احنا عاده بنستعمل زوايا اقل من 180 فالاصح ان نقول انه تي متقدم على ار 120 درجه ومتاخر عن اس 120 واس متاخر عن ار ب 120 درجه وهكذا لكن احنا لحد الان ما فتحنا سيره اللاين بس فتحنا سيره الفي لاين اوكي واضح؟ احنا كل اللي عم نحكي عنه الان هو في فيز ركزوا على هاي مهمه جدا لانه كل اساسيات الثري فيز رح ترجع تقابلكم هلا في اي دائره من دوائر الباور الكترونكس رح نرسمها رح تشوف كل العلاقات هاي المهمه الفي لاين والفي فيز والزوايا الاولى. وكمان بتلاحظ هلا رح تلاحظوا لما نرسم هلا ار ماينس اس وار ماينس تي واس ماينس ار كلهم رح تلاقوا في 30 درجه فيز شيفت زي مثلا هذه هون عندي ار ماينس اس متقدمه 30 درجه على ار وار ماينس تي متاخره 30 درجه على ار مثل ما بنشوف. طيب خلينا اذا نرسم الان رح نرسم حال متاخره ونرسمهم بلون واحد بالاسود هدول. رح نيجي نطلع الان هون بدنا نرسم هلا ار ماينس اس هلا قلنا احنا ار ماينس اس متقدمه بمقدار 30 درجه على ار والماجنتيود تبعها الماجنتيود سهلنا على حالنا رسمنا هذا الخط اللي فوق الخط اللي تحت هو بالضبط هذا 1.75 عشان اسهل بالرسم على حالي كم مربع اخذت اخذت اربعه هون واخذت كمان ثلاثه فكانهم هذول هذا بالنسبه لهذا هو 1.75 واضح؟ بس احنا تقريبا بنقول 1.73 ورح نيجي نقول هلا هذا رح يتقدم على ار اذا هي ار هون عندي مضبوط؟ تقدم عليه بمقدار 30 درجه اذا راح يبدا من هون طب الفريكونسي تبعت ار ماينس تي شو راح تكون؟ الفريكونسي تبعت ار ماينس تي وار ماينس اس شو علاقتها بار واس وتي؟ طب الفريكونسي تبعت ار واس وتي شو العلاقه بينهم؟ نفس الشيء مش هيك؟ واضح كلهم هذول هم نفس الفريكونسي طب الفريكونسي تبعت ار ماينس تي وار ماينس اس اقل اكبر الفريكونسي انا بحكي مش عن فيز شيفت الفريكونسي رح تضلها نفسها كل السيستم رح يكون نفس الفريكونسيز وين ما كان رح تضلها نفس الفريكونسي اللي بتكرر هون 50 هرتز بتكرر هناك 50 هرتز او 60 هرتز اذا رح نتقدم هون ب 30 درجه اذا رح نبدا من هون بعدين رح نمشي 1 2 3 لكن البيك وين رح يكون؟ هون بعدين رح نمشي 1 2 3 0 كروسنج هون 1 2 3 0 راح يكون 1 2 3 1 2 3 بعدين هون بنطلع هون Thank you.
term شو هو leading؟ leading قبله ولا بعده؟ leading يعني إنه بالزمن إيش بيصير الإشي بالزمن؟ الزمن قبل اللي تأخر عنه صار بعده بكذا ثانية هو هذا مش هيك؟ بس هذا leading إذا الزيرو بروسينج تبعته رح تكون قبل مش إحنا قلنا S lagging R إمتى الزيرو بروسينج تبعته بجد بعد 4x4 120 درجة ماشي واضحة هاي؟ إذا شو بنلاحظ على هذا الويف فورم الجديد اللي رسمناها؟ R minus S. R minus S. الماجنتيود تبعها بيساوي جذر التلاتل من قيمة R ومش in phase leading by 30 degrees. هلا R لو بدي آخذ R minus T رح تكون lagging by 30 degrees. R minus T رح تكون lagging by 30 degrees. هلا بنرسمها خلينا نرسمها بلون ثاني. رح أرسم R minus T بالأزرق. ماشي. في أسئلة هاي بس قبل ما أكمل؟ واضح هذا لاين تمام هذا لاين خلينا نكتب جنبه انه هذا هو عباره عن في لاين وهذا عباره عن ار ماينس اس ار ماينس اس اوكي اذا هذا ار ماينس اس هو الفي لاين وذلك هو جذر الثلاثه من القيمه الاصليه لاحظ هذا الطول هو مش الار ام اس هذا الطول هو ايش؟ البي الماكس V max هذا V max like wave form لكن ال RMS إيش رح يكون V max مقسوم على جذر التلاتل حتى يصغر مش هيك حتى يصير RMS ونفس الشيء هذا هو البيك بس إحنا بالبيك بالصناعة لما نقول 220 فولت مش يعني 220 فولت V max يعني RMS ونفس الشيء لما نعبر عن RMS البيك رح يكون مضروب في جذر التلاتل حتى يعطيني البيك الموجود ماشي واضح إذا هلا هون نأخذ الثاني هلا نرسم مثلا R minus T بيهمني R minus T بعدها تكون الثانية تقريبا متشابهة إذا ال R minus T اللي احنا شفناه من هون ايش رح تكون؟ lagging مش هيك by 30 degrees إذا أخذنا هذا الريفرنس احنا فرضنا إنه هاي هي الزيرو زاوية بالنسبة ل R minus N افترضنا إنه هذا هو الريفرنس فرح يكون هذا lagging by 30 degrees ونفس الشيء رح نمشي واحد اثنين ثلاثة هون بعدين واحد اثنين ثلاثة هذا الشكل تنزل لي هذا الشكل واحد اثنين ثلاثة رح يجي معك هون واحد اثنين ثلاثة طلعوا لي الان على الازرق الكبير والاسود الكبير الازرق الاسود الكبير هو ايش هو ار ماينس ار ماينس اس تمام والازرق هو ار ماينس تي شو العلاقه بينهم الزوايا برضه 60 في بينهم قديش كم درجه كبير 60 درجه بينهم في بينهم 60 درجه ومين الليدنج ار ماينس اس ليدنج ار ماينس تي اوكي واضح ماشي كل ماشي معي لحد الان هلا مين نعم R minus S leading R minus T مضبوط في بينهم 60 درجة يعني لو رسمناها هون نحط اللون الثاني إذا بنطلع هون هاي بينهم في 60 degrees مش هيك والليدنج هو R minus S وهذا واضح معنا من هون هي هذا R minus S وهذا R minus T وفي بينهم 60 درجة واحد منهم leading R by 60 degrees واحد منهم lagging R by 60 degrees اوكي هلا اللي راح يطلع معي من الريكتيفاير هو مش ار ماينس ان او اس ماينس ان او تي ماينس ان لما نبني هذا الثري فيز ريكتيفاير الاوتبوت راح يكون ار ماينس اس او ار ماينس تي او اس ماينس تي وهكذا هلا راح نشوف بس المهم انه نكون فهمانين لحد الان اللي طلع معنا بالحاله هاي لحد هون هلا اذا بدنا نيجي نطلع على نبني الريكتيفاير راح يكون فيه 6 دايودز حتى ابني ريكتيفاير يعمل ريكتيفيكيشن لهي رح نستعمل 6 دايودز خليني اوقف الكاميرا الان عشان نكمل